خلينا بقى ننتقل إلى الأخبار اللي عندنا النهاردة فيما يخص النادي الأهلي. حسين الشحات ونجوبوكو لاعب كايزر تشيفز ضمن المرشحين لأفضل جناح بدوري أبطال إفريقيا. دوري أبطال إفريقيا الحقيقة حسين الشحات خلال هذه الفترة، أنا بقى أحيي حسين الشحات لأنه تغلب على كل الانتقادات اللي كانت متواجدة عليه خلال الفترة السابقة، وواحد هو دلوقتي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين، هو دائما بيظل نجم الحقيقة حسين الشحات، ولكن هو دلوقتي واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في نادي الأهلي. وبالمناسبة ده طبيعي جدا أن أنت تشوف اللاعب النهاردة هنا بعد ما يقعد فترة بسبب كثرة الضغوطات اللي كانت على حسين الشحات في فترة، ولكن حسين الشحات بيثبت من يوم لآخر ومن مباراة لأخرى قد إيه إن هو عنده كواليتي أو عنده شخصية النادي الأهلي وعنده أداء النادي الأهلي خلال هذه الفترة، لأن دايما بقول لحضراتكم لعيبة الكبار بتبان في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه الضغوطات. حسين نتمنى له إن شاء الله إن هو يفوز بأفضل جناح بدوري أبطال إفريقيا.